بالاضافه ايضا ان في قاعده للبيانات موجوده بنحاول نعظمها عشان يبقى برضو لو ما كانش حد هيتخضى من الخارج يبقى من خلال هذه القاعده نقدر احنا نرشح لاصحاب الاعمال بحيث ان هو يجري هذه الاختبارات داخل وزاره القوى العامه. ده الجزء الخاص بالتعيينات. ويمكن اخويا فايز قال في البدايه ان رقم البطاله بفضل الله كان في 2013 قارب على 14%، النهارده هو 7.4، يعني الامر واحنا باذن الله يعني في توجيه من القياده السياسيه ان احنا ده من اهم الموضوعات الرئيسيه بالنسبه لنا. الموضوع الخاص بتاهيل مفتش العام، يمكن كل موضوع النهارده هنتكلم فيه دايما هتلاقونا رابطينه بالتحول الرقمي. النهارده احنا حصل برنامج مع منظمه العمل الدوليه خاص بتفتيش العمل والسلامه. تفتيش العمل والسلامه بالتاكيد الهدف الرئيسي منه ان هو نهايه اي امور خاصه باي فساد اتكلمت عليه سياده النائبه. بالتاكيد التحول الرقمي هينهي هذا الامر، لانه حتى المفتش اللي كان بيعمل المحاضر بتاعته وهو قاعد في بيته او قاعد في مكتبه ده بالتحول الرقمي مش مسموح، لان التابلت بيسجل المحضر في مكان اجراء المحضر.